جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الرياض رمزت إلى اسمها بالحروف ها ألف ميم، تقول: هل تجوز لنا الصلاة وخاصة التراويح في رمضان في مسجد لا يفصل بيننا وبين الرجال إلا حائط؟ هل تجوز الصلاة ومتابعته جزاكم الله خيرا؟ إذا كان ذلك في داخل المسجد وفي محيط المسجد وبينكم وبين الإمام حائط في داخل المسجد فلا مانع من ذلك. أما إذا كنتم خارج المسجد ولا ترون الإمام ولا ترون من خلفه من الصفوف فإنكم لا تصلون معه، وإنما تصلون منفردين في مكانكم. نعم، من انقطاع المتابعة مع الإمام. نعم.